طلع شو نزل عنا، نزل عنا باكستاني او كشميري والله. هي طلع، يا سلام على الصيد لما بنزل على البارد المستريح. هسه 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 هو خلط معي، اكل برمتين، كنت قاعد بكش بالعروق صراحة، وطلع قلت فكنا منه بلدي والله، هي كشميري او باكستاني. تعي تعي ابصر ينزل عاد ولا لا. طبعا الجو بجنن يا اخوان، بس لو ما في هواء والله العظيم، لو انه ما في هواء انه بجنن. طبعا كنت قاعد بكش بالعروق ومكيف امورنا لوز، وقاعده بتطير على الهوايات الحلوات هذول، وجردنا طير جديد معاهم مسود احمر، يعني كل يوم كل يومين بنجرد لنا طير جديد. اليوم كان نصيب المسود الاحمر فوق، شايفينه اللي قاعد بهوج عليه العرجاني، ما شاء الله عليه، جردناه منيح وزبطناه، صار ياكله 3 4 لفات ويحط. طير طبعا يا اخوان بارجة، طير خشن جدا، طلع صلاة النبي كيف، والحمد لله قدرنا نكشه واموره طيبة. طبعا عشان ما ننساهوش، هذا فزز، هذا لابس الطارة، هي طلع يا اخوان، هي بالطارة، بدي اياه يرجع شوي صغير عشان اقدر اضربه عاد. لو اني ما كنتش احكي لو اني ما كنتش احكي كنت ضربته هذا الطير، لانه كان جوا الطاره. بس يلا مش مشكله، هسه بنضربه على الطاره ان شاء الله، ان شاء الله ما راح نخطيه. طبعا مش راضي ينزل، هيو على الزاويه. تعي 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 تعي، يلا يا كبير، تعي يلا يا غالي. الحمام سابته لحاله على الرفصة، كلنا هوا، لازم تطلع له الحمام. طبعا الحمد لله جردنا 3 مسويد سود وريحاني وثلاث بلق او 4 على مطويق، يعني ابلق عم طوق، وعرجاني، وموجود نحاسي، وموجود عرجاني ازرق كمان، عرجاني اسود وعرجاني ازرق، ومسود احمر الحمد لله، وخاشين، يعني شوي شوي بتلقونا جردناهم كلهم. بس يا اخوان انا عم اهلي شغال مع الحمام، يعني كيف بحكوها، مش ضاغط حالي فيهم، لاني انا مش فارقه معي طاروا ولا ما طاروا. هذا الطير لازم نطلع له الحمام على الرفصه بتاع الشيخ. الحمام تهوج عليه وتاخذه على زاويه، تاخذوا على زاويه من الزوايا عشان اقدر اضربه، لانه مش لا مش را يعني مش حاكم ولا عطاره. كشميري اسود يا اخوان، كشميري الحبه الوسطانيه هاي اللي بتكون مدربه على باكستانيات، مبين من عندي يعني عم عواله، بس لما نمسكه بنعرف اكثر، نقدر نتاكد منه. من الطير ولا هو معبر السطح، ولا عينه على الارض، عينه على السماء. قبل شوي والله كان لابس عطارة، بس خلص سبحان الله. بدنا طير ابن عالم وناس يروح يهوج عليه عشان اروح اضربه، خايف اقرب عليه انا يفز. جامد يا اخوان، بلش الهواء يجمل. يا يقرب عطارة، مش لابس طارة والله.
اخوان انا عندي مشكله مع الرفصه، الرفصه اعلى مني، لما بقرب كثير على الطير ما بشوف، لما اقرب على الطاره ما بشوف الطير اذا انه حاكم او لا. فشو بصير معي؟ بروح بضرب لما اتاكد انه 100% حاكم، وضل واقف بضربه، غير هيك ما بقدر لاني ما بشوفه. هاي مشكلتي مع الطاره، انا عندي مشكله كبيره مع الطاره، ديروا بالكم يعني. وهاي هي انه الطير ما بشوفه الا لم يعني ما بقدر اضربه الا اذا كان حاكم بالطاره 100%. فرق الطول طبعا. لنا 5 دقائق بنمسك فيه، خليكم معنا اذا حكم برجع بصور لكم. طلع الهوا شو عمل يا اخوان، عجب على الدنيا الهوا. الطير حيفز، الطير حيفز، طلع كيف مزع السجاده ومزع الدنيا. اذا ما نزلش على الارض حيفز الطير. كلنا هوا، خليكم معنا. صعب بعيد عن الطار كثير. حكم الطار يا اخوان، مش 100% بس بدي احاول. عند الطارة على الطير، الهواء الجامد ساعدنا شوي. أنا لابس تلبيسة حلوة. أنا ملعت كشمير. الله، في ناس بقول له دباني كشامرة، في ناس بقول له ممكن ناس يقول له باكستاني، بس هذا مش معوال باكستاني ولا عين باكستاني، تمام، عين كشمير، ثوب كشامرة طبعا، مش مفكوك اشكال، هي مش مفكوك اشكال. على الاغلب فاز من واحد، واحنا قلنا لكم هسه في فترة يا اخوان ترويحة الطير، ترويحة الطير، تمام، فترة ترويح الطير. فهسه الطير الحمام، اغلبية الحمام بتقطع وبتدور، تمام، هذا شكله طالع يدور. والمهم انه طبعا الصراحة يا اخوان ما توقعتش اني اجيبه لانه كان بعيد شوي، بس الحمد لله هذا الطير الثاني بعد الفيديو اللي نزلناه الاولاني تبع الارض. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير. يعطيكم العافية شباب، طبعا طالعين نطلع على الموعد، كنت نايم انا. بنزل عندنا هالطير لسه رايح افتح الحمام، عشان احبس لها، بعدين الباب تنحبس إلا فيها هالفرخ زاجل. هيو تعي ميت جوع، طلعوا كيف مش فرخ، شكله طيرة مخلف. أيوة أحلس، تعي تعال هاي الله حيو. وقفت قدام الكاميرا والله ما انا شايف، بس انا كنت هون. حلو اصلا شكله مش مبين على الكاميرا. لا يا لا 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 خليكم معنا يا اخوان، خلينا اطلعه وافرجيكم اياه. والله بلدي حتى مش زاجل يا اخوان، بس الفكره انه يعني مش انه الواحد بده يصيد، فكره انه بس ايش يعني متعه الصيد والشغلات هاي. بلديات عبيات الدنيا هاليومين يا اخوان على الاغلب بكون عندهم فراخ وهيك. طلع حتى طلع لاما علف، العلف الرفيع مش لاما دراي ولا اشي، سبحان الله. فشكله عندها فراخ او اشي. هاي راح نطيرها، ما بتلزمنا بين الطيره حرام. يلا يعطيك اياها، بس حبينا ايش نصوركم يعني انه في حركات زي هيك. يعطيكم العافيه. حط ابن عمي قاعد يا اخوان، حطت لي نور يعني شغال تحت، قاعد بثبت في السلم،
حطت لي نوري هيو، فقول لي في نوري حطات، قلت له هذا من الصبح فرار. طبعا طلعوا كيف الوضع من الكركب، قلت له هذا من الفوق من الصبح فرار عندنا بالحاره واخرته عندي. سبحان الله هيو نزل. ابن عمي بقول له راح يركب راح يحط، بقول لي اذا ركب هيو ركب. تعال نوري اسود تعي يا بي الطارات، مش مركب مش حاط الطارات لاني مش شغال مش عامل اشي. تعي بس سوق طير فرار يا اخوان وجاي حطات. تعي بس لو فيك هان احسن يا شغال. خلاص كل تمام، تدري تحركش اوقف الكره يا اسمع بس اخر شغله احكي لك شيء ثاني. مباشر عمود يا حبيبي بالله عليك يا حبيبي صور قاعد. تعال خليها على عطى الكره هنا احسن لك. جيبه مالك هو بده يبلش عليك مسميه. لا ما جيب لك اياه كل تعي. أنا مشكلتي إني عشان السطح معجون حطيت أشياء. وينه؟ أيوه هون صار. وين هون؟ آه حمودة. أنت بتجيبه ولا بتجيبه؟ بتجيبه وين؟ تكلم سكوتة أصفر 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 نشوف يا محمد. هاي الزرزور ما شاء الله عليه كمان يعني ليش قصت الزرزور هذا؟ أضربته والله قبل واحد مع كلمة هذه قال لي هاي تليفون أجاك هاي التليفون يا عادل ها؟ تليفون عمي يا أبو محمود أخلي تعي تعي خليها جاهزة. خليها خليها. ما عليك شادي أنا ضاربه يعني شايف. فكرني أنت يا سامي فكرني. أنا والله شغل ترى تنزب عليك والله بس شغل زقالي. تعي تعي وعف. أنا شغل زقالي بس. تعي. أنا نكذب عليك شغل ترى. ما جرب ما جرب. الله ما في المسطوح الطير. خليك يا اخوان افطرنا وطلعنا. طبعا الطير انسى هيو شايفينه لابد جدا على السطح. يعني انا اصلا غلط اني اضرب طارة او اعمل اي في اشي فيه، لاني يعني اقول لك خلال يومين ممكن ثاني يوم اكشه انه الطير فرار وانا عارف انه فرار. هيو شايفينه انا شايفه يعني رشت. ها شو فتحت البيبان بدي احبسه. حبس شوف جاي يحبس هيها.
مبروك عليك. ابلع يا كبير، ابلع يا خطير. بس كان عندي ناس عجقوني كثير اخوان. شاطر شاطر يا ابو النوريات يا غالي يا منور الليالي. بلع الغالي بلع. بس خلينا اثبت الكيل. شوف اخوان منيح كويس الطير. الله يبارك. مساكم اخواني حبايبي المتابعين. طبعا بعد ما مسكنا النوري هذا بنهديه لاخونا ماجد. ماجد عارف حالك ابو النوريات، قول احكى كل النوريات انهم مش احكى كل حمام ما عدا النوري، النوري مش خاين تمام. ولو ضربناه زي ما فرجناكم بالفيديو طلع نوري. بس الغريب في الموضوع يا اخوان، ويمكن حدا ما يصدقني، يمكن ما حدا يصدقني، والاغلبيه ان شاء الله راح يصدقوني تمام. انا هسه كمان ضرب الطير ما اول يوم من اول ما بلش المنخفض. اول يوم بطلع تمام على السطح وبضوي الكهرباء، يعني الي اربع خمس ايام. هاي بنفس اليوم اللي صدنا فيه النوري تمام، الي اربع او خمس ايام مش مشغل الكهرباء على السطح. اول يوم بطلع بشغل الكهرباء، فاول ما طلعت لقيت طير نازل هان مش مبين شو هيئته، فروحت عليه وغفيته على العتمة. وهي الطير زاجل يا اخوان، طير زاجل تمام. لقيته وين هان؟ هسه مش مشكلة، انا راح افرجيكم تلبيسته لانه انا شاك بشغلة. هاي تلبيسته مش تلبيستي يعني تمام، تلبيسته مش تلبيستي. وانا هيك راح اطيره. بس تعرفوا ليش راح اطيره؟ لاني انا شاك بشغلة راح احكي لكم اياها بعدين. يا اما ببين صاحبه وبحكي لي انه هذا اله واعرف كيف وصله، يا اما انا بطيره بعرف وين صاحبه. هذا يا اخوان من هيئة فراخي، الله اعلم من هيئة فراخي تمام. يا اما الطير مروح لي، يا اما الطير هذا شبه فراخي. بس هاي صحة فراخي، صحة حمامي ومروح لي. ممكن حدا يكون مسكه يوم المنخفض، اول يوم طارت فيه الحمام منه تقريبا صارنا 3 ايام او 4 ايام، قال لك فرخ او قال لك على الصماي او قال لك صغير خليني اكشه، شلحوا الحجل وكشه عنده وروح لي. الله اعلم، احنا بنحكي يمكن تمام. طبعا الحلقة هاي حتنزل يا اخوان تجديد، هاي زبطنا الخشة تجديد، الحلقة حتنزل تجديد. والصيد اربع طيور اللي شفتوهم بالفيديوهات اللي قدام تمام، هذا اخر فيديو صيد حيكون. وايش كمان قلنا؟ ثلاث حلقات في بعض. انا قلت صيد وتجديد وحمام جديد تمام. ان شاء الله بكره الصبح بصور لكم الحمام اللي اشتريناها جديد برعايه اخونا علي الاكابري. بنشوفهم على خير. وصيد النوري هذا لعيون اخونا ماجد الغالي. يا ماجد يا ماجد، والله العظيم لازم 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 دونيشن قد الدنيا عليه هذا يا ماجد، عشان ثاني مره ما تحكيش انه النوري مش خاين، اخليك تعترف انه النوري خاين. يلا يا اخوان بكره بنشوفكم على ايش؟ فيديو الحمام اللي اشتريناها جديد برعايه اخونا علي الاكابري. وهذا الطير يا اخوان اذا ما بين صاحبه راح اكشه تمام، لانه زاجل مش حيلزمني. بس انا حاب اتاكد انه هذا من فراخي او لا، مش اكثر من هيك. هاي دحبس الحمامات، هذا الشفر الي. طبعا الوضع مكركب، انا طالع بصراحه ومطلع معي بنتي هشام تسليني، طالع مجنني. احكي يا بابا حط لايك يا عمو، لايك يا عمو، لايك يا عمو، يا عمو، ايوه تمام. هو طالع تجنني بس يلا مش مشكله. طبعا الزواجل ما طلعتهم اليوم لاني بدي اريحهن، لانه يا اخوان الزواجل عندي تعبت من اللي صار فيهم. طبعا الكهرباء مش ممدوده لهون عشان تكونوا عارفين. ايه هذا النيون معقول سليم؟ مستحيل سليم، مستحيل، لانه الخشه وقعت. لا والله هي مكسور.
بس والله ممكن لو ألامس عليه كهربا ممكن يشتغل يا أخوان صراحة. بس أنا راح أغير يعني نيونات وراح أضبط الدنيا كلها. هاي العروق خشت العروق هسه بدنا نضطر نرجعهم أخشتهم، بدي أحبس الحمام كلها وبدنا ننظف السطح عشان بكرة نبلش بيوم جديد ونضيف من أول وجديد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إني أقدر ننظف صراحة، بكذب عليكم إذا ممكن أنظف بس بدي أحاول. يلا خليكم معنا.